وقال الرئيس السيسي إنه سيتم إنشاء مراكز فرعية للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة في كل محافظات الجمهورية، مشيرا إلى أن الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة كانت بمثابة حلم تحقق للمساهمة في تأمين البيانات والاتصالات. أشكركم كلكم جميعا، كل اللي ساهم في هذا المشروع دكتور مصطفى وكل الوزارات المعنية بهذا الأمر، وده كان حلمنا بيه من سنين طويلة فاتت يعني، والحمد لله ربنا وفقنا ويعني خلصناه تقريبا. وانا بس عايز اقول لكم على حاجة، في كل المشروعات اللي زي كده يمكن كتير من اللي بيسمعونا بيشوفونا يمكن ما يكونوش متصورين ايه اللي ممكن تقدمه المنظومة ديت للدولة المصرية وللأداء والجودة الحياة وحوكمة البيانات وسلامة الإجراءات وكلام من هذا القبيل. ويمكن دايما كان محتاج مننا ان احنا في الاعلام نشرح اكتر ونفهم ناس اكتر.